احنا كمهندسين داخليين نتعدد بالالاف، ما في إلنا حماية، ما في إلنا مين يرعانا، عايشين ضمن فراغ. هم الذين يمنعون من تأسيس نقابة خاصة بهم، هم المهندسون الداخليون الذين أهدروا من حياتهم 5 سنوات جامعية، فلماذا لا يعاملون كمهندسين إسوة بغيرهم فيدخلون النقابة؟ القضية تبدأ من قانون تنظيم مهنة الهندسة، القانون رقم 636 المعدل عام 1997، وبإمضاء من الرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري. وفي المادة الأولى الفقرة ب يستثنى من أحكام هذا القانون المهندسون الداخليون والمهندسون الفنيون الذين سوف يوضع قانونا خاص لكل منهما. اجتمعنا مع بعض المهندسين الداخليين داخل ورشة بناء لمعرفة ماهية قضيتهم. أنا تخرجت في 2005، لما كنت في سنة ثالثة يعني 2003 اكتشفت إنه نحن ما عندنا نقابة، يعني نحن ندرس اختصاص هندسة داخلية بجامعة لبنانية، الجامعة الوطنية ما عندنا نقابة. والمشكلة الأكبر إنه بعد حتى بعد ما تخرجنا كنت عم أقدم باسبور على البناء العام، فقلت لهم بدي أحط المهنة مهندس داخلي، فقالوا لي إنه أنت ما لك نقابة ما فيك تحط. أما بالنسبة لشغلنا نحن شغلنا واسع جدا، يعني ما بيقتصر بس على قصة النجارة أو المفروشات، النجارة والمفروشات كثير من الناس بتزاولها لهالمهنة، لكن نحن منفوت إلى أعمق من هذا المفهوم، ندخل على مفهوم الهندسي، المفهوم التخطيط، مفهوم النفعي فيما بعد، المفهوم الحركي المبني على المنطق الهندسي. أنتوا عم تحاولوا تاخدوا محل المهندسين المعماريين، فهل هذا الكلام صحيح ولا عندكم وجهة نظر تانية؟ لا ما بظن، المهندس المعماري هو زميل لنا بالمصلحة، يعني هو فينا اعتبره مثل يعني نحن مساعدين له، هو مساعد لنا ضمن الفراغ الداخلي اللي عم نقدر ندرسه نحن. لا ما بظن، بس يمكن شوي سوء العمل لأنه ما في رقابة، صار في من مكان يشتغل الهندسة الداخلية وعملوا تسمية اسمها ديكور، صار من مكان بيجي بيقول لك أنا بشتغل ديكور، يمكن هذه المشكلة اللي صارت. يعني حاولنا الاتصال بنقيب المهندسين فتعذر الوصول إليه، وكذلك حاولنا الاتصال برئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم فتعذر الوصول إليه بسبب السفر، وما تمكننا من الحصول عليه هو بضع معلومات من مكتبه الإعلامي. من 96 عم يسعوا لا يحصلوا على نقابة مستقلة عن نقابة المهندسين، لأنهم يعتبروا الديزاين الداخلي خارج عن نطاق الهندسة المعمارية أو المدنية العامية. كأمين سر لجنة بفيدك أنه نحن هالاقتراح معروض أمام اللجنة من 2002 ودرس بال 2003. يعني اليوم نحن متخرج من الجامعة اللبنانية تحت عنوان مهندسين داخليين، نحن ما منا إلا بس يعترفوا فينا باختصاصنا اللي مشرعيننا إياه، نحن كمهندس داخلي. هلا ما بدنا نقول نحن مهندسين، اليوم بتصور فينا نقابة أطباء وبنفس الوقت فيها نقابة أطباء أسنان، يعني يمكن ما فيك تقول إنه طبيب الأسنان منه طبيب، بس مش منتسب للنقابة، بس له نقابة خاصة فيه. نحن نفس الشيء، ما بكون إيانا مهندسين، نحن ما منا نكون كل مهندسين، نحن منا نكون مهندسين داخلين مثل داخليين مثل ما اعترفت شهادتنا فينا، لا أكثر ولا أقل. المهندسون الداخليون بحاجة إلى تلك النقابة التي ستوحد جهودهم وتنظم أعمالهم، فهل من يتحرك لمساعدتهم؟